السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوفكم دابا في البرهان بالترجع واحد الشكل اللي هو جديد او لا على الشكل التالي، يعني ملي كيكون عندي واحد المتتاليه ولا واحد التسلسل على الشكل التالي: 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 5، وغادي نبقى غادي نتالي حتى عند 2 + 1. غنبداو من 2 + 0، هذا الواحد هذا اللي كاين هنا راه هو 2 + 0. 1 + 2 + 0 + 2 + 1 طبعا + 2 + 2 + 3 يساوي 2 + 1 - 1. هذا النوع هذا ديال التمارين طبعا كنبينو باستعمال البرهان بالترجع. علاش؟ لان طلب مني بين ان لكل ان من ان مونطري كو و تو اونتي ناتورال ان ان ينتمي الى ان ولكل. دونك غنستعمل البرهان بالترجع، هذا الشيء اللي غادي نولفو دابا مع التمارين. مزيان، قلنا ان هذا واحد هذا راه هو 2 + 0، اي عدد الصفر شحال كيساوي؟ 1. دونك التسلسل ديال الاس ديال هذا الان واحد العدد 2 + 1 - 2 + 1 - 2 + 1. غنوصل حتى لعدد 2 + 1. لا ديمارش هي باش تخدم بها جميع الامثله. راه حطيت لكم يمكن حطيت ديال 2 و3 و4 و5 بنفس الطريقه. بمعنى اول مرحله دائما طبعا كنخدموا على وفق 3 مراحل، الا بغيت نخدم الترجع 3 ديال المراحل. المرحله الاولى هي مرحله التحقق، دونك كندير انيسياليزاسيون وبيا كندير ان فيريفيكاسيون، كندير مرحله التحقق لاجل اصغر عنصر في المجموعه. الا لاحظت معايا انا غنشرح دابا لو غنكتب اصغر عنصر في المجموعه ان، شكون هو اصغر عنصر في المجموعه ان؟ هو ان يساوي 0. اذا الا بغيت ندير التحقق غادي نتحقق من اجل ان يساوي 0 بوغ ان ايغال 0 بوغ ان يساوي 0 لاجل او لا من اجل ان يساوي 0 من اجل ان يساوي 0. كنمشي عند اول حد هو هذا اللي كاين هنا، شحال هذا الرقم هذا اللي كاين هنا؟ 1. هو 2 + 0 بحال كنعوض ان ب0، غتعطي شي تكتب شي قول ان يساوي 0 ان ايغال 0 دونك 2 + 0 2 + 0 شحال غتساوي؟ 1. و اي كنعوض هنا كذلك 2 ان زائد 1 هي 0 زائد 1 ناقص 1 شحال خاصها تعطيني حتى هي؟ 1. الى عطاتني 1 العباره صحيحه، يعني غتقول هي 2 + 1 - 1 شحال كتساوي؟ 1. يعني ان اش كنستنتج هنا؟ اذا العباره صحيحه، العباره صحيحه من اجل صحيحه من اجل ان يساوي 0. هاد لا بروبوزيسيون اي فري، لا بروبوزيسيون اي فري بوغ ان ايغال 0، لا بروبوزيسيون اي فري بوغ ان اي فري بوغ ان ايغال 0. سالينا من هاد لا فيريفيكاسيون، سالينا منها. دونك المرحله الثانيه اللي غندخل لها هي ليبوتيز لي فيديتي الافتراض. غندخل عند ليبوتيز، غندخل دابا عند الافتراض. اشنو كنفترض؟ كنرجع للسؤال اللي هو قدامي بكل بساطه. هذا السؤال كنقول لي انه صحيح، يعني نفترض ان هذا التعبير كامل صحيح ولنبين ان نفترض ان اون سيبوز كو دونك غنبدا من هنا اون سيبوز كو يعني نفترض ان اشنو غادي نفترض؟ نفترض ان اتفق التعبير كيفما هو. نفترض ان 1 + 2 + 2 هنا جو ميكسكوز هنا راه عندي 1 مابقاش كيف نكتب باش نصلح هنا عندي هنا 2 وهنا 1 لان 1 + 2 + 2 + 3 دونك + 2 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1 يساوي 2 + 1 - 1. هاد العباره نفترضها صحيحه. اش كيولي خاصني نبين؟ ولنبين ان اي اون مونتر كو اي اون مونتر كو بيان مونتر كو اي اون مونتر كو فوالا اي اون مونتر كو اش كيولي خاصني نبين؟
التعليم كامل غير هو الان خاصني نزيد واحد. هذا هو الافتراض تنديرو السؤال اللي مطروح عليا، ومن بعد هذاك الشيء اللي كيولي خاصني نبينو. عوض ما كنبقى خدام في ان كنمشي دائما عند ان زائد واحد، ضروري نزيدو عند ان زائد واحد، هو اللي كيولي السؤال هذا. دونك غنعاود نكتبها واحد زائد اثنان زائد اثنان اس اثنان زائد اثنان اس ثلاثة زائد زائد اثنان اس ان. كتبتي دابا هاد الشيء اللي كاين، انا غنسطرت منه باللون الاخضر. وغادي نزيد واحد اثنان اس واحد ان زائد واحد، اثنان اس ان زائد واحد، ضروري خاصني نزيد على ان زائد واحد، يساوي اثنان، ما غاتبقاش عندي ان زائد واحد. إلا كانت عندي ان زائد واحد غنكتبها باش نمسحها، ان زائد واحد. اشنو خاصك تزيد امتى؟ غادي تزيد واحد اخر، ضروري فيما كانت ان دابا غنزيد واحد، يعني غتولي هي اثنان اس ان زائد اثنان، دونك يساوي اثنان ان زائد واحد، ان زائد واحد غتولي هي ان زائد اثنان ناقص واحد. باش تكون الامور واضحة، ما يتسائلش شي واحد عاوتاني منين جبت هاد اثنان اس ان زائد جوج، جيت للتعبير اللي كاين هنا، عندنا ان زائد واحد، انا فيما كانت ان كنزيد عليها واحد، ها ان زدت واحد ولات هي جوج ان زائد واحد، وهاد ان زدت عليها واحد غتولي هي ان زائد جوج ماشي زائد واحد. مزيان، دونك هذا هو اللي خاصني نبين دابا، غنطلق من هنا وخاصني نلقى هاد السطر الثاني. غنبدا دابا بالسطر الاولاني خاصني نلقى السطر الثاني، دونك هذا هو اللي خاصني ولا خاصني نبين. التمرين كامل فيه تخيك بسيطة، هي اللي خاصك تكون تعرف ليها صافي، ما فيش شي حاجة اللي هي صعيبة، فيه تخيك بسيطة. بمعنى شنو معنى مزيان؟ غادي نطلقوا دابا، هذينا هو الافتراض، هو ليبوتيز، هو اش الافتراض، اش الافتراض، 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 اللي بالاخضر هو الافتراض، انا غنكتبو. غنبدا واحد زائد اثنان زائد اثنان اس اثنان زائد اثنان اس ثلاثة، ونبقى غادي أربعة خمسة ستة تنعند واحد العدد ان، يساوي هادشي هذا زائد اثنان اس ان زائد واحد، أنا خديت هذا التعبير. واش كيعطيني هادشي هذا؟ دابا هذا اللي كاين هنا بالأخضر، ديجا حنا افترضناه، ها هو الافتراض كنخدم به. كتب انت عندك في ورقه ضروري ما انك تدخل الافتراض، ضروري تدخل الافتراض. هذا الشيء اللي كتبته بالخضر باش تبين لك ملي غندير تساوي رجع عاود ندير الافتراض. شوف الافتراض هذا الشيء كامل اللي كاين هنا نقدر نكتب في البلاصه ديال هاد جوج اس ان زائد واحد ناقص واحد، هذا الشيء كامل من واحد حتى لجوج اس ان، من واحد حتى لجوج اس ان نقدر نعوضها بهذا التعبير. دونك غادي نعوضها بالتعبير اللي قلت لك، انا غنكتبها بالخضر باش تعرف راه هي منيتي، اثنان اس ان زائد واحد ناقص واحد، هاد الشيء كامل اللي كاين هنا هو هذا اللي كاين هنا، هذا كامل حتى لحد جوج اس ان هو هذا اللي كاين، زائد اثنان اس ان زائد واحد. هاهي الطريقة دابا واضحة باينة، كنستعمل الألوان باش تكون لي تكون الفكرة واضحة بشكل بسيط وشوية واضحة. دونك يساوي أكيد ما خاصك تفهمها، هذا اللي بالأخضر كيساوي هادشي بالأخضر، ها هو منين جبتو، ما جبت حتى شي حاجة معنا. دابا إلا لاحظتي هذا وهذا متشابهين، راه إلا كانت عندنا إكس زائد إكس أش غتساوي؟ جوج إكس، هذا زائد هذا هو جوج منه هو نيت نفسه، اثنان أس أن زائد واحد، هذه هي اللي طاق اللي فيها اللي تقدر نقولو كاع شي تلميذ ما تبانش ليه، اللي تمرس على التمارين راه فاهمهم دابا، فاهم هاد لي تخوك هادو، تيعرف يدوزهم بزاف، غايقول لك التمرين ساهل، أما بالنسبة اللي ما فهمش، جوج أن زائد واحد زائد جوج أن زائد واحد متشابهين. هي جوج جوج ان زائد واحد بحال قلم زائد قلم جوج ديال الاقلام، جوج من هذا الشكل هذا مرسوم ناقص واحد. دابا هنا تنستعملوا القوى، هنا غنستعملوا ثاني القوى، هاد لي طاب هي مهمه، الاس هنا واحد تيقول لك جوج قوتين لهما نفس الاساس، عندهم نفس الاساس، هاد الاساس هو جوج، تنحتفظ بالاساس وكنجمع الاسين، واحد زائد ان زائد واحد ناقص واحد. مازال دونك اش غتعطيني في النتيجة؟ هي جوج ان زائد اثنان، واحد زائد واحد غتعطيني جوج، وان ها هو ناقص واحد. دابا لاحظتي أنا وصلنا للتعبير المطلوب، هادشي اللي قالوا لي بينو أو لا افتراض أو افترضناه، ها اللي خاصني نبين، وصلت لهاد التعبير هذا، جوج ان زائد اثنان ناقص واحد، اثنان ان زائد اثنان ناقص واحد، وصلت للتعبير اللي طالبين منه. واش هادشي اللي درت يعني الافتراض كيفاش داير؟ يعني هذا الشيء اللي افترضتي راه صحيح، حيت واخا خدمتي هنا،
ما يمكنش تخدم شي حاجه خاطئه وتلقى النتيجه، ما يمكنش. يعني الافتراض راه صحيح، اذا العباره صحيحه. اذا العباره صحيحه، شكون هي العباره اللي كنتكلم عليها اللي بينت؟ هي هذه العباره صحيحه من اجل ان زائد واحد، من اجل ان زائد واحد. يعني لا بروبوزيسيون اي فري، لا بروبوزيسيون اي فري، دونك لا بروبوزيسيون اي فري بوغ ان بلس ان. La proposition, bien sûr, est vraie. Pour quel valeur? Pour 1 plus 1. Elle est 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 1 plus 1. Et par suite, et par suite, قد نكتب هنا ومنه او وبالتالي حسب مبدا الترجع دابخي البرانسي دو ريزونمون با ريكيرونس. حسب مبدا الترجع التعبير المطلوب صحيح، ضروري تكتب هذه مهما يكن كيلكو سوا ان ابارتيان ان ان بليس دو بليس دو على بويسونس دو بليس دو على بويسونس 3 بليس دو على بويسونس ان قاش لي نكتب ايغال ا دو ان بلوس ان موانس ان. فوالا هكا كنكونو سالينا دابا هذا المثال. هذا غادي نزيد لك المثال الثاني، غنزيد العدد خمسة. ملي كيكون عندي واحد زائد خمسة زائد خمسة أو اثنان زائد خمسة أو ثلاثة، تبع الترتيب ديال الفيديوهات باش تتمكن من هادشي كامل إن شاء الله. وكنتمنى لك التوفيق. بون كوغاج وليكم التوفيق كحي. شكرا.